رحمة الله ذلك أن صلاة الاستسقاء سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن يصحبها مع هذا كله توبة والإنابة والرجوع إلى الله، ذلك أنه لا وجد من بين المصلين من عصر هو عاصر الله مصر على المعصية، فإن الدعاء لا يستجاب. وقد وقع هذا لسيدنا موسى، وقد طلب المطر من الله تبارك وتعالى بعد أن طلب له بنو إسرائيل ذلك، فأوحى الله إليه أن من بين من حضر معك عاصر، فأخبر سيدنا موسى بني إسرائيل، فذلك الرجل العاصر عرف نفسه، خاف إن أعلن عن نفسي أن افتضح، فتاب إلى الله، فتاب الله عليه وأنزل الله المطر. فالتوبة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهي من الاستقامة. ذلك أنه حين نقول بأن الإنسان يستقيم لا نفترض في أنه لا يخطئ، كلنا خطأ وخير الخطائين التوابون، كلنا من الاستقامة أن تحلل أن تحل ما أحب الله وأن تحرم ما حرم الله وأن تقوم بالفرائض، وإذا أخطأ من الاستقامة أن تعود. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، هذا هو الشرط، وأنيبوا إلى ربكم يرجعوا إليه، توبوا إليه، لأن شي نظام ديال شي حد يردها ديك، لا حق شي حد يردها، اللي خدا النصيب ديالو باش يتعدى على عباد الله يتق الله ربي سبحانه وتعالى من الفوق يشوف. من كانت له قدرة على الناس فليتذكر قدرة الله عليه. إن من أهم أسباب انحباس المطر والظلم السائد فيما بينهم، الرجل يظلم زوجته، زوجته، الأب يظلم أبناءه، الأبناء يعتدون على آبائهم، الرئيس يظلم الموظفين، وهكذا. نرجع إلى الله تبارك وتعالى، فنقيم العدل فيما بيننا، ونترحم فيما بيننا ليرحمنا الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. أيضا من الأسباب التي ادت إلى هذا الجفاف هو هذا الاحتباس الحراري الذي يتكلم عنه العلماء، وهو من مظاهر إفساد الإنسان في الأرض. وقد قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال سبحانه وتعالى: دار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديكم. ونرجع إلى الله تبارك وتعالى كل في مقامه، وأن نتوب إلى الله، ونرد المطالب إلى أصحابها، وأن نخرج زكاة أموالنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا بعين الرحمة، ونحن لا نقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن خزائن الله ملأ، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذا كلام ربنا، وما ننزله إلا بالقدر المعلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن يهدينا سبلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون الحديث آمين. الحمد لله رب العالمين. الإيمان تبع النبي الإيمان، ما عند الله كثير لا ينفي. تتحدثون عن الندرة، تتحدثون عن التناقض بين رغبات الإنسان وبين الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية عند الله كثيرة جدا، والإنسان كلما ازداد علما كلما اكتشف من خزائن الله ما يغنيه، ولكن على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى في تصرفه في هذه الموارد. هذا أمر ثاني ومهم جدا، وقد كان من دأبنا في مساجدنا وفي زوايانا كثرة الاستغفار رجاء نزول المطر. قال تعالى وهو يحكي عن سيدنا نوح مع قومه: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل لم يكن ينزل المطر، ولكن الإرسال الماء المنهمر، كما أخبر سبحانه وتعالى في قصة سيدنا نوح مع قومه. قال ربي إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر، ففتحنا الفتح أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فانتقل الماء على أمر قد قدير وهو الطوفان. نسأل الله سبحانه وتعالى يبعدنا عنه، ولكن الماء ينزل من السماء ويخرج من الأرض بأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. انفجرت، الماء موجود في الأرض وينزل من السماء بأمر الله تبارك وتعالى. علينا بالاستغفار، وقد كان هذا دأبنا في مساجدنا حتى أتت علينا هذه الدعوة التي لا نعرف معناها.
تلك اللوجه اللي جاءتنا من خارج بلدنا المغرب. كنا بعد الصلاه دائما بعد الصلاه كنقولوا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات. وقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقولها نحن جهارا. علمنا علماؤنا وادبونا على ذلك فحفظنا هذا. كان من دأبنا ان نستغفر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا استغفر الله في اليوم 70 مره. فقال له الصحابه يا رسول الله ام سلمه يا زوجه قلت له يا رسول الله كيف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قال افلا اكون عبدا شكورا. اخوه الايمان توجهوا الى الله بالدعاء فاخلصوا نياتكم وتوجهوا الى الله يعني بقلوبكم سائلين الله سبحانه وتعالى ان يغيثنا وأن نكون واثقين من الله سبحانه وتعالى سيتقبلنا وأن نحسن الظن بالله وأن نخلص في التوبة والإنابة والحوبة. إني داعي فأمنوا حولوا أرضيتكم جزاكم الله خيرا. إني داعي فأمن الله ويقيني أن الله سبحانه وسيستجيب له. الحمد لله القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. الحمد لله القائل وهو يحبنا الدعاء. قال ربكم ادعوني استجب لكم. قال ربكم ادعوني استجب لكم. قال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم اننا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان جعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور افئدتنا وجلاء همنا وحزننا وغمنا. اللهم علمنا منه ما علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. 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 اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عملنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تغلق الباب دون دعائنا لعصياننا. اللهم لا تغلق الباب دون دعائنا لعصياننا. اللهم لا
تغلق بابها ولا تعجب بينك وبين قلوبنا ولا تعجب بينك وبين قلوبنا ولا تعجب بينك وبين قلوبنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على أقدامنا وصلنا على أبنائنا ولا تحبط أعمالنا ولا تحبط أعمالنا ولا تحبط أعمالنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من اللهم يا ربي وجه قلوبنا دائما إليك اللهم يا ربي وجه قلوبنا دائما إليك اللهم يا ربي وجه قلوبنا دائما إليك وربنا إليك ردا جميلا اجعل خير أيامنا وأسعد أيام لقائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وانصر الأمين ولاة الإمام أمير المؤمنين اللهم فيها وفي المصير اللهم أسدل علي رضا الصحة والعافية وأسمح علي من نعمك الدائرة والفاضلة ما تقضي عينه وعيونه ثابتة في رسوله الكريمة واحفظه اللهم في ولي علي صاحب السمو الملك الأمير الحسن اللهم اجعله خير أبناء أهل الأب وشد أصل أولى الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل أمره مرشدا ما في خير من الأشباح وتغمد الله برحمتك الواسعة بقينا الأمة مولانا محمد الخامس مولانا الحسن الثاني عن بلدهما وحرمتهما وشتيمة وعن دينهما خير ما جاز الجزيمة عن بلد وشتيمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصلح عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واهدي بلد التكليف اللهم اصلح عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واهدي بلد التكليف اللهم اصلح عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واهدي بلد التكليف اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخائضين اللهم اجمع شمل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووحد صفها واهد حاجتها إلى ما في خيرها وارفع عبادنا عن أمة سيدنا محمد في كل مكان من الأرض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إلهنا إياك سألنا والإحسان تعرفنا وما عندك من خير طلبنا لا أقضي بالله من رشد الكريم علينا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بذنوبنا يا أكرم المسؤول وآخر المامون وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى رحمته.